درجتين حرارة كمان وبصير بحكي بالهندي. تشابو تشابا قصفا دغدغ شو غدغي شو تشابا 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 تشابا. طبعا اذا سألتك انا هلا وين كنت هلا رح تقولي المدرسة وانا متأكدة انك كذاب. بسرعة غسل ايديك وبلش حفظ لامتحان بكرة. يلا امي انا لسه هلا جاي من المدرسة حضرنت من حصص مع امتحان. يعني مخي هذا ايش بصير يستوعب مثلا؟ الا اريح حالك ابوك حكالك مع استاذ رح يبلش يجي درسك. انت بس على اول شغل مخك وتعرف تحفظ. استاذ كملت انا كان ناقصني هون بالبيت استاذ بس. يو شبهك ليش هيك شكلك متبهدل؟ بدي اقوم رحت قابلت لخانو. ولو انا عبادة انا عبادة ما بينضحك علي. يخرب بيتها من حالها. رجعت ما اجت رجعت ما اجت. انا بطلت اقول عندها طاوله. انا بيت مره قلت لها تحكي مع بنات الفيسبوك كلياتهم مسروعات. لا والنص الثاني اولاد عاملين حساب باسم بنات. كنت انا اللي حرالي قلبي الرصيد عم بعبيها. يخرب بيتها من حالها. قال لي ما عاد عبيت رصيد. لك ما عاد زاد معي مصاري طول مصروفي كلياته راح. لا وفوق هاد كله ساعتين واقف مقطوع بالشمس عم بستناها بدي اقلع التليفون ما عم ترد. لك شمس طرقتني صار معي حمى. يخرب بيتها من حالها. خليهم عم يضحكوا عليك. عم تضحكي يا حقيقه قولين من حالي. يا بني ادم قوم جهز حالك الاستاذ صار على الطريق. ولك امي ليش ما قلت لي اليوم بده يجي؟ ليش ما قلت لي اليوم بده يجي؟ قلت بدي اقول لك امي والله ما رح استفيد منه شيء. مثل ما بده يروح مثل ما بده يجي. رفقاتي عم بروحوا بدرسوا عنده بيت انا بعرفهم. انا خايف على مصراتكم مشانكم. اي لا تخاف على مصراتنا. خاف على رقبتك اللي رح تنكسر اذا بترسى بهي السنه ولا بتجيب على حد الكسر وبتتشهد على روحك. ابوك بده يذبحها. تصطفلوا انا حذرتكم. ولك امي هذا الاستاذ بده يجي. لك مستفز كتير. لك عفش وخم مأمل منشح. لك بتغسل مرة واحدة بالسنة. لك بتشطف فبغسل ايدي. حرام عليكي. وانت ايش عرفك بعد ما يتشطف فبصوب بين ايدي؟ انت بتكون معه جوا؟ قولك صدقيني امي عفش كتير. لك وفوق هاد كلياته كل 10 دقايق بده يعمل استراحة. كل 10 دقايق بده يعمل استراحة عشان يشرب شاي او يشرب قهوة او تجيبي له كيك. امبارحة عند رفيقي طلب وجبة عشاء خفيفة. لك عم يجي يتبطر على الناس. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي. قبل ما نبتدي بس انا وصلني طلطيش حكي انه انت عم بتقول عني انه انا وخم وعفش وما بتشطف. انا ما بتشطف يا ابن ال ماشي ماشي بشوفك بتحصى ولا لا. اوكي وهي شغلنا الساعة بلشت الحصة. ركز معي خلينا نبلش من اول لانه الوقت بلش يمشي. بنشوف من هوني. توعد شبه الجزيرة العربية من الدول التي كانت ولا زالت وسوف تبقى عضو التبادل الاجتماعي ولهذا تكون عندما كانت في عصور وسطى وعصور قادمة وعصور حادثة والعصور التي يمكن ان تكون في ذلك. على العموم رايح اشرح عليهم كلياتهم. كلياتهم احفظوا جزء جوا بالامتحان. مع اني ما يفهم ماشي طاولنا. ثانيا اذا بنروح على الصفحة الثانية مثل ما شايف. لحظة بس. الو ولك يا حرمانة بالحصة ولا خليكوا عندك شوية دم وزوقي على حالك حتى لو لحقتيني ما بتفرق. ايش بدك تطبخي؟ عمليلي مجدرة البرغل بالزيت الكردي الحرستاني وحطيلي جنبه من اللفت تبع شغل امي. ما بتفرق. يلا روحي عندي حصة ماني فاضي. يلا يلا باي باي. اي ابني قولي وين كنا نحن؟ انا بعرف ايش كنا عم نقول. ليش انا فهمان عليك شيء من عم تقول ما هو ما جيت لهلأ. اسمع ابني وشوفني ايش بدي اقرا. الله هي كثير مهمه لانه اذا كانت الدول الكبيره تصنف ضمن الدول الكبيره والدول الصغيره تصنف ضمن الدول الصغيره والدول الوسطانيه تصنف ضمن الدول الوسطانيه فلذلك الدول الباقيه في اي مجال سوف تصنف؟ ايش التعفيس هذا شباب حافظون؟ اسمع اقول لك هي صفحه كلياتها بتحفظها. ما بنعرف بجوز تجي بالامتحان وبجوز ما تجي. رايح احط لك جنبها هون واكتب لك عليها حفظ عشان تحفظها. فرجيني الساعة نشوف وقت الاستراحة. كاسة شاي وتكون حلوة كمان بسرعة. ايه ليش لا تكرم. وشو كمان هي عرضتك هيك؟ نعم يا صدق منو مستحيل مستحيل طلنا يا حاكم
وبعدين معك استاذ ما بدك تكمل شرح. اوف يا محمد ارجع بتحكيهم. نحن بوقت الاستراحه الله ابني خليك على السكت. طريق قولي له قولي له استاذ فهمي اذا بلقطة بده يساوي عدنك وعدنك ميني ماشي. خلي يا رب انا يلا سلام سلام. على فكرة هذا كيس الشبس اللي جابه اختي طيب طب خليك عم تجيبلي منه عطول لانه بنضل نشوف بعضنا كتير. نرجع على الدرس اذا كان اسمعنا ولا من صفحة 75 لصفحة 150 وظيفة خلصت حصة خدونا طريق يلا. لك يخرب بيتك من حالك اسمعوني انا مالي كانت بتحكي معي وقت اللي بدك وتزبيني وقت اللي بدك. لك يخرب بيتك من حالك ولك ما بقي معي مصاري اعبي رصيد الي مو لك ولك فلسطيني شحنت باكت على الدم باب الجامع صرت اشحن صار علي دين. يخرب بيتك من حالك ولك انا حتى الله ما شفتك ولا مره عم تحكي علي انت. الو الو فصلته فصلته وراكي وراكي لحتى تردي. كم يوم وراكي وراكي لحتى تردي. كم يوم وراكي وراكي لحتى تردي. فصل من الشحن الله قطعت فصل من الشحن. امي وين شاحني؟ شوفوا الصالون خدوش كانت تشحن فيه لانه شاحنه خربان وقال هذا بصير لو تليفوناتكم اثنيناتكم ايفون. اي حقيره 100 بلد تاخذي شاحني اذا تليفون ايفون جربان بتشحن شاحني. بدي يوم يخدوها عليها لهالله. وانت ما بدك تردي بقى طولي بالك. الو 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 سميتني خروف تليفوني خدوج والكلام ضحك علي. عبادة افتح الباب يا اخي خدوج. بدك تعمل وين بتركي لي عم افتح لها. خروف خروف انا خروف. Shot. طردي هذا انتي طردي هذا انتي يخرب بيتك من حالك انا فلسطيني شرحتيني كل مصراتي ولك انا خلاص خلاص بوفقك خلاص ابوي اذا بسمع بخرب الدنيا. اليوم ما بصير تنامي بالبيت اليوم ما بتنامي غير بالقبر بدي اسمعهم عم جو عليك بالجامع يا حقيره. خلاص خلاص والله اسمع اسمع انا راح ارجع لك كل مصاراتك اللي اخذتهم منك وبالنسبه للمشاوير كنت اخذك واجيب لك عليها الفاضي اعتبر اعتبره رياضه يا اخي لازم تشكرني. رياضه بعكر هذا رياضه يا حقيره. خلاص خلاص راح اعمل لك كل شيء بدك اياه بس صوت صوتك لحد يسمعني استرنا الله يستر. اسمعوا لك بتجهزي كل مصاراتي اللي اخذتهم مني هلا بدي اخذهم منك لوقت ما افكر بس ايش بدي اعمل فيكي يا كلبه البدو. على بركة الله منبلش. لحظة أنا بالدرس المواد أعطيتك من صفحة 75 صفحة 150 وظيفة وين؟ 75 صفحة وظيفة 75 صفحة أنت بعقلك. لحظة شوي. ألو ولك يا حرمي زوقي على حالك يا حرمي عبالك عندي حصة. شو هو أجا وهيك قال لك؟ ليك ابني على فكرة أنا كنت موقف الساعة ها أنا حقاني بحب أعطي كل واحد حقه ما تفكر إنك بحكي من دون وقتك يعني ذكرتك لعب ابني ال دبليو سي من وين؟ ساوي ساوي وبنص الكاريدور على اليمين وريق رب بيتك على هالمجدرة. وليك كلبة بدو تعي لهون يا عيني. نعم ايش بدك كمان؟ امسكي امسكي احكي معها مثل ما فهمتك يلا. الو
نعم مين معي؟ لا لا مو هيك، احكي مثل ما كنت عم تحكي معي وتغنجي وتدلعي يلا. قالوا نعم، مين بدك حبيبتي؟ فهومة؟ اه لا لحظة شوي بس هيك، بالمناسبة يعني ما تعرفنا عليك مين وانت بلا صغرى؟ أنا مرتو الجديدة تقبريني. انت مرتو القديمة، الوخ ما حكالي عنها كتير. ليك حبيبتي على كل الأحوال فهومة يقبرني بالحمام هو عم بيعمل دوش، إذا بدك بعد ما يطلع بخليه يحكي معي تقبريني. لا يحكي معي ولا بحكي معه، أنا بفرجيكي خرطافة الجاي يخرب بيتك من حالك أنت ويا حيوانات. لدونك بقى بس حطي عندك على غرفتك وما بدي أسمع صوتك منه. والله لا تاكل قتل يا فهمي.